في إطار تعزيز القدرات البرمجية وتطويرها، أطلقت جامعة دمشق بالتعاون مع كلية الهندسة المعلوماتية والجامعة الافتراضية المسابقة البرمجية السورية في قاعات كلية الهندسة بدمشق. المسابقة البرمجية هي مسابقة مهمة جدا بالنسبة لطلاب كل الطلاب المعلوماتية، كلية المعلوماتية والكليات اللي كمان تعتني بالمعلوماتية. فالحقيقة نحن مو حاصرين فقط على كليات المعلوماتية في الجمهورية العربية السورية، لكن كل طلاب اللي بيحبوا يكونوا جزء من هالمسابقة نحن بنرحب فيهم، رحبنا فيهم ونرحب فيهم. طبعا الحقيقة الأسئلة عم تكون على مستوى عالي جدا، عم نحاول نكون مثيلة للإقليمية أو العالمية. الحقيقة في مثل ما شفتوا في عنا مدربين، في عنا مشرفين على الفرق كده، وبتعرفوا أنتم نحن موقع من المواقع، لكن في باقي الجامعات كمان معنا رح تكون معنا على الخط لحتى فعلا نقدر نكون على نفس الوقت عم نشتغل سوا كلنا. الأسئلة بتنحط من الجهة الإقليمية، بتتعمم على السايتات. هاي المرة طبعا احنا سويناها مالتي سايت واونلاين، المقدم تبع المسابقة موجود عند الجهة الإقليمية، فبالتالي التواصل عم يصير من خلال الانترنت للتحكيم والأسئلة ومراقبة المسابقة والتحكم بالأمور المرتبطة فيها. سوريا رغم انه هي واحدة من آخر الدول اللي اشتركت بالمسابقة على مستوى الوطن العربي اللي هو كان 2011، بس هي أقل دولة حقيقة تحتاج دعم تقني وفني بسبب نجاح المسابقة المبهر خلال 10 سنوات اللي وصل أصلاً المسابقة السورية وصلت للعالمية واخذت مركز متقدم بالمسابقة الدولية بالبرتغال عام 2018 ورفعنا العالم السوري. المسابقة أطلقت فعالياتها بمشاركة 38 فريقا من الجامعات الحكومية والخاصة، وتستهدف طلاب الهندسة المعلوماتية والحاسوب على مستوى محافظة دمشق، حيث يضم كل فريق عدد من الطلاب المتنافسين بجو من التعاون والتنافس في سبيل التطوير والتأهيل إلى المستوى الإقليمي والمسار العالمي. المسابقة بشكل عام بتتوزع على مراحل أو فينا خليهم ليفلات، يعني هن بتبلش المسابقة أول شيء على مستوى كل جامعة لحال، بعد كل جامعة بتطلع على مستوى المسابقة الوطنية اللي هي على مستوى سوريا كاملة، بعد سوريا بتصير على مستوى إقليمي مسابقة العربية مع دول أفريقيا، بعد المستوى الإقليمي بتوصل المسابقة المستوى العالمي يعني، وهنيك بيكون مستوى النهاية وآخر مستوى موجود بالمسابقة. مسؤوليتنا نحن كفريق إعلامي هو أنه نغطي الحدث أول بأول. المسابقة يصير على أول شيء مستوى الجامعات، بعدين يصير على مستوى الوطن يعني مستوى سوريا، بعدين بترجع على مستوى العربي، بعدين بتطلع على مستوى العالمي. كل مرحلة بيصير في تأهيل، المسائل بتكون أو التحدي بيكون على حل مسائل. أول شيء بيكون ترتيب على مين بيحل مسائل أكثر، بعدين الترتيب على مين بيحل مسائل أسرع، يعني بيصير كل ما الواحد بيتأخر بحل مسائل ما بياخذ مثل عقوبة أكثر، فبيصير السكور بورد مرتب أول شيء على عدد المسائل، بعدين على عدد الدقائق اللي كلفته الطالب لحتى يحل المسألة. فأتى أنه مثلا بتخلي التفكير يصير الواحد يفكر بشكل أسرع، ممكن تساعده مثلا بمواده بالجامعة بيقدر يشتغل بشكل صح. هي فكرة البروبلم سولفينج بشكل عام، هي لها أهمية كبيرة كتير، ومو بس إلي بالنسبة لفرع المعلوماتية بشكل عام، لأنه فرع المعلوماتية بيتركز بشكل كبير على الخوارزميات وعلى بناء المعطيات، وهي المسابقة تعطي أمل لأن الواحد يطور معارفه، يطور المستوى تبعه عن طريق أي المسابقة. طريق الإبداع والتطوير البرمجي يهدف إلى رفع سوية المعرفة البرمجية والتقنية للطلاب، ويساهم بالتواصل مع سوق العمل ومعرفة متطلباته واحتياجاته.